بالعلم والعقل نستعين، وليحيى الإلحاد العظيم. كتاب كتبناه وقدمناه عربيا ورتلناه ترتيلا لنبين للذين ضلوا الطريق أنما جاءهم كان كتابا بشريا، والظالمين الذين أضلوا الناس وأولوا في كتابهم تأويلا، وقالوا فليأت الذين كذبوا بآياتنا كتابا مثيلا. وإذ قالوا ذلك فلا حرج علينا أن نقول قولا كفيلا. أحسب الذين آمنوا بالقرآن أن لن نجعل له نظيرا، بلى إنا قادرون على أن نأتي بمثل ما جاءهم وأعقل تفصيلا. أولم يروا أنهم يصارعون بالقرآن خلافا وجدلا كبيرا. أولم يقل صاحبكم أن الشمس اتخذت من الأرض مدارا وأن ربكم ينزل في الثلث الأخير من الليل، وكان الثلث الأخير من الليل على الأرض استمرارا. ولما جاءكم علم من العلماء يبين علة الليل والنهار، يبين علة الليل والنهار وكيف اتخذت الأرض حول الشمس مسارا، فكذبتموه ثم صدق فريق منكم وكل ذاب بما لديه وجار به ليلا ونهارا. وأولتم بالكتاب تأويلا لكي تجعلوا له محلا واعتبارا. وأما الذين كذبوا فأصروا واستكبروا وقالوا كيف نقول ذلك وقد جاءنا من النبي خلافه مرارا وتكرارا. انظر كيف اختلف أمرهم وهم على دين، اتخذوا طرقا شتى وتشتتت أفكارهم، إنهم قوم لا يريدون تفكيرا. وجعلوا بينهم وبين الذين
الَّذِينَ لَا يُؤَيِّدُونَهُمْ حِجَابًا مَحْظُورًا وَقَالُوا لَا تَسْتَمِعُوا إِلَيْهِمْ إِنَّهُمْ لَا يَقُولُونَ إِلَّا زُورًا أَوَلَمْ تَنْتَقِدُوا الْأَوَّلِينَ مِنْ قَبْلُ لَمَّا قَالُوا لَا تَسْتَمِعُوا الْقُرْآنَ هَا أَنْتُمُ الْيَوْمَ تَقُولُونَ قَوْلًا مَثِيلًا وَلَقَدْ كَذَّبْتُمُ الْعِلْمَ وَالْعُلَمَاءَ لَمَّا قَالُوا قَوْلًا بَدِيلًا وَلَمَّا طَغَى الْعِلْمُ وَظَهَرَ الْحَقُّ فَكَانَتْ حَقَائِقًا قُلْتُمْ كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا سَيَقُولُونَ مَا جِئْتُمْ بِهِ لَيْسَ كَالَّذِي جَاءَنَا قُلْ بَلَى وَمَنْعُكُمُ النَّاسَ أَنْ يَسْتَمِعُوهُ كَانَ دَلِيلًا صَدَقَ الْعِلْمُ وَكَذَبَ الْمُتَدَيِّنُونَ.